الحمد لله. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات. أريد أن أريكم شيئا حتى تعلموا وتنتبهوا، ألا وهو أذان الشيعة. فعلمت أنكم قريب غالبا ما يقع عن أنكم قد عرفتم كيف ما اختلف أذانهم من أذان المعلوم المألوف من الأذان المألوف في الإسلام الذي له عدة أدلة في كتب الحديث. أما الشيعة فسوف Oh
فلقد سمعتم الأذان وأحسبكم أنكم لاحظتم الخلاف الظاهر بين الأذان والأذان المعروف لدينا جميعا الوارد من السنة النبوية الطاهرة الشريفة ففي أذانهم البدع على وهي قولهم بعد الشهادتين أشهد أن علي حجة الله وأشهد أن علي أمير المؤمنين وقولهم بعد الحيالتين حي على خير العمل مرتين ثم زيادتهم بعد التكبير الأخير أي زيادتهم تكبيرتهم الثانية يعني كما سمعتم بعد أن قال الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم جاء بي الشهادة ليس التكبير الشهادة ثم جاء بي لا إله إلا الله مرة أخرى وهذا زيادة مبتدعة ليست في الدين ولا لا وليست له لها دليل لا في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع إلاوة إلى ذلك الأخطاء الفقهية الأخطاء الفقهية كتقطيع التكبير أي كما سميت أنه قال الله أكبر الله أكبر بدل أن قال وهو كثير من الناس يكتبون بحسن الصوت ولا يعتنون بصحة الصلاة حتى أرى من المجذوب حتى قد جذب كثيرا من المسلمين وأرى أيضا من صيدهم النصارى وصائر أهل الأديان الأخرى قد انتعرفوا بحسن هذا الصوت وحبهم للإسلام من أجل هذا الصوت لكن إن الأمر خطير الأمر خطير جدا فالله الله يا إخوة الله الله يا إخوة